يمكن يعني ممكن ان يكون ميليشيات الاسد وميليشيات الايرانيه وحزب الله ان يتسببين في انه اعتقلوا جوزي واعتقلوا كثير رجال يعني ببلدنا، هن متسببين بكل هالشيء اللي عم بيصير فينا. والله حياتنا يعني كثير صعبه وعانينا كثير انا وهالولاد يعني، وعشنا حياه كثير صعبه انا وياهم يعني، لنا نحسن ندبر اكلنا ولقمه عيشنا يعني. والله اشتغلنا كثير يعني، اشتغلت انا عملت بسطه ال بي سي، اشتغلت لحتى اقدم لهم يعني المعيشه والاكل والشرب والبسي ودراسي يعني كثير شغلات بينقص لعيلي. ويعني انا تعذبت كثير يعني باعتقال جوزي، ولهلا يعني كثير عم نعاني يعني، هلا كثير كمان الحياه صعبه اكثر بهالمخيمات، وكثير يعني عانينا كثير بهالحياه. ابوه انحبس على طريق لبنان، راح ليشتغل وهو جاي كمشو، ومن وقتها لهلا ما شفناه يعني. واخذوا يعني انه على الطريق يعني الحزب اخذوه، ومن وقتها لهلا البنات عايشات بلا اب، وانا اللي عم ربيهن يعني. صار له يعني من اول الثوره 10 سنين، 9 سنين 10 يعني. ابوهن للبنات من وقت اللي راح على لبنان هو راجع مسكوا حزب الله واخذوه، من وقتها لهلا ما بنعرف شيء عنه. وانا يعني اللي اشتغل ويعني عايش البنات، اشتغل بالفلاح، اشتغل بالزيتون، اش بيصير لي شغل اشتغل. ووقت اللي يعني حدا بيعيننا الله بيبعث لنا معونه يعني بنعيش منها. كنا عايشين بضيعتنا واجوا يعني حزب الله طالعونا من الضيعه واجينا نزحنا على المخيمات، ويعني صار في معاناه كثيره يعني معنا يعني بسبب النزوح. يعني البنات ما ضل عندي المدارس يعني، ويعني انه صارت يعني عيشتنا صعبه شوي يعني. بيردني يكون بالضيعة بمدارس ضيعة يعني، إنه بيردني يكون يعني إنه يدرسني كويس، بيريد يكون عندي يعني أبوهن يعني موجود يعني من يوم اللي أخذوه لهلا يعني بينقهرني وبيبكيني عليه. حيث ما زال قيد الاعتقال، هناك حوالي 150 ألف معتقل بالإضافة إلى 100 ألف مختفي قسريا. كذلك هناك ما لا يقل عن مقتل حوالي 15 ألف
معتقل تحت التعذيب في السجون السورية. كذلك هناك تقرير المسلخ البشري لمنظمة العفو الدولية الذي تبين مقتل ما لا يقل عن 15,000 معتقل في سجن صدنايا الشهير. ثم أصبح التدخل بشكل علني وسافر من قبل القوات الإيرانية والميليشيات الإيرانية، حيث دخل الحرس الثوري الإيراني إلى سوريا، بالإضافة إلى حزب الله اللبناني وحزب الله العراقي وحزب الله الأفغانستاني وكافة الميليشيات الإيرانية المنضوية تحت الحرس الثوري الإيراني. وكانت بداية تدخلها في باحتلال مدينة القصير في حمص، حيث أسفر احتلال مدينة القصير عن اعتقال آلاف واختفاء قسري لآلاف الأشخاص من أبناء المنطقة. وكذلك بدأت إيران توغلها بالملف الأمني والعسكري وسيطرتها على القرار الخاص السياسي بقضية المعتقلين والمختفين قسريا. فبالرغم من تشكيل لجنة ثلاثية في مؤتمر أسيتاني بوجود تركيا وروسيا وإيران، إلا أن الملف لم يتقدم ولم يستطع إنجاز إطلاق أي معتقل. التقديرات تشير إلى وجود 5,000 معتقل من أبناء الشعب السوري في سجون الميليشيات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني في سوريا. وهذه السجون السرية تمتد بدءا من الضاحية في بيروت وفي بعلبك وانتهاء في تل كلخ وبما يسمى الثقب الأصفر، سجن الثقب الأصفر في تل كلخ، بالإضافة إلى سجون سرية في يبرود وحاليا في مناطق بعض سيطرتها في الجنوب السوري، في درعا، في بصرة الشام، في دير الزور وفي الرقة. طبعا يعني قضية المعتقلين هي جريمة حرب ضد الإنسانية وجريمة حرب طبعا لها لما لها من آثار نفسية واقتصادية واجتماعية وسياسية وقانونية على أسر، على المعتقلين أنفسهم وعلى أسر المعتقلين وعلى الناجين والناجيات من الاعتقال. حوالي 250,000 معتقل ومختفي قسريا، يعني نحن أمام 250,000 أسرة نازحة مشردة تم مصادرة أملاكها وأموالها، تعيش بدون أي مورد رزق. طبعا أصبحوا الأطفال خارج منظومة التعليم، وهو يعني المأساة الكبرى في سوريا أن يتم يعني تجهيل المجتمع وعدم تعليمه. Dad, dad, dad.